لحد ما بشوف حجم مشاكل غيري بقدر ابص لمشكلتي من بره وبعرف احجمها كويس او اعرف حجمها ايه كويس واعرف اتعامل معاها. او ممكن كمان برضو يا نور الموضوع برضو يديكي جرأة بالظبط ان انت طب ما هي دي عملت ودي عملت ودي قالت لي لا ودي قالت لي لا ودي لي لا، فده بيشجعني ان انا طب ما انا اللي لا بتاعتي اصغر منهم بكتير قوي يا جماعه، طب ما نجرب ونقولها. صح صح كده صح، دي بنشوفها، بنشوف انه انا ما كنتش عارفه افكر، ما كنتش عارفه ان انا اقدر اعمل كده كده. دي اي حاجه كده، دي ممكن تكون ان انت عمرك ما فكرتي انك ممكن تشتغلي بعد ال40. ناس كتير بتكتب كده. ايوه عايزين بقى امثله. لا ده الأمثلة كتير، الأمثلة الناس اللي اشتغلت بعد ال40 وبعد ال50 وبعد ال60. أنا حد من العضوات كنت لسه بحكي لإيناس قبل ما ندخل، هي قالت لي أنا خلفت 3 ولاد وكبروا واتجوزوا وفجأة اكتشفت إن أنا ما عملتش أي حاجة. حقيقي بعد ال60 هي ابتدت تشتري ورشة، الورشة دي كبرت شوية وبقت بتصنع فرنتشر. بجد هي ده اصلا مجال كمان صعب جدا، صعب جدا ان ست تدخل فيه وتصور، وانا اقعد اتفرج على الحاجات، هي تحط لها ستوري، بتعمل لنفسها دعاياتها، بتعرف الناس بشغلها، بتعمل كل حاجه، ما انتيش جايبه ايجنسي وجايبه كذا وجايبه كذا. احنا كل ما بنكبر كل ما خلقنا بيضيق وكل ما اعصابنا ما بتتحملش اكتر ان احنا نتعامل في شد وجذب. انه المرحله العمريه دي يا نور لما بتبداي بقى تفوقي لنفسك وتبداي ان انت تركزي في حياتك، تبداي ان انت تعملي الحاجه اللي انت بتحبيها فتعمليها بحب وتعمليها بنجاح وتنجحي فيها وتتطوري فيها كمان اكتر من ما كنتي صغيره وعندك مسؤوليات كتير والدنيا واخداكي. صح، الامل بقى. أيوة. دي بقى حلوه قوي، انك انت بتيجي فتره من الفترات بتوصلي لسن بتقولي ان خلاص انا بقى ايه، كبرت، عملت الدفوار اللي عليا، يلا انا خلاص بقى. أيوة. الحاجات دي انا خلاص اقعد. لا انت لما بتشوفي الحكايات اللي بتحطها الستات انت بيجيلك الامل ان لا انا الدفوار بتاعي لسه ما خلصش، الدفوار اللي انا عملته ناحيه عيلتي لسه في دفوار تاني ناحيه انا، لسه حاسه ان انت عليكي واجب ناحيه ناس كتير. لا ناحيه نفسي، وناحيه انا لسه انا لسه عايشه، انا استحق ان انا اعيش واستحق ان انا اعمل حاجه لنفسي اعيش مبسوطه. فالامل بقى انت بتخلقي الامل جواكي بحيث انك انت تعيشي في سعاده، وسعاده بتاعتي انا زي ما سعادة غيري، من حقي بقى ان انا اسعد نفسي. واكيد ده مش معناه ابدا ان احنا نيجي على حق حد او على حساب حد، احسن الستات تفتكر دلوقتي ان احنا مثلا بنقول لهم ايه، سيبوا كل حاجه وارموا كل حاجه وارموا حبايبكم وارموا مسؤولياتكم وفكروا في نفسكم.